الطراد دبابة فرسان بريطانية، صنع منها 175 نسخة بين عامي 1938 و 1940، الوزن 14.3 طن، الطاقم 5، التسليح مدفع عيار 40 ملم مع 100 قذيفة، ورشاش أو 2 عيار 7.7 أو 7.9 ملم مع 4050 طلقة. السرعة القصوى 26 كيلومتر في الساعة على الطرق المعبدة و 13 كيلومتر في الساعة على الطرق الوعرة. المدى العمليات 160 كيلومتر.